أنا تنعتبر على أنه الفيزازي، السيد الفيزازي آخر إنسان ممكن يتكلم على هذا الأمر، لأنه فضائحه في حياته الشخصية كبيرة، تابعناه عبر وسائل الإعلام وتابعناه مواقفه الكثيرة من عدة قضايا. اليوم إذا كان شي حد يمكن تضر الإسلام السمح، الإسلام المعتدل، الإسلام ديال التعدد والإسلام المغربي الحقيقي، هو مثل هذه الآراء التي تعبر عليها السيد الفيزازي. تكفينا قصة ديال الاستغلال ديالو إحدى النساء واللي كانت واضحة وصريحة، وهذا الاستغلال حتى هو كان نوع من التجار بالبشر، وكافي على أن أعرض على الجواب عنه. إلا كان ممكن يدير شي خدمة في نفسه وفينا كمغاربة واخا حنا ما محتاجينوش، على أنه يصمت. خص بنادم يخفف على اللي في كتافه ويصحح أخطائه المرتبطة بعنف واستغلال مارسو على الآخر. يكفينا، وأنا تنعتبر على أنه في كل مرة تيقدم لنا درس من هذا الدور، ما يسمى بدروس وكذا، وتيخوفنا حنا ما تنخافوش. بلادنا بلاد الإسلام المعتدل المتسامح، وعايشين مزيان مع بلادنا، لأنه عندنا واحد الحاجة حاميانا كاملين، حامية التدين ديال المغاربة، هي إمارة المؤمنين. فوق من إمارة المؤمنين، كل واحد يمكن يصنف راسه وسيط بيننا وبين الله، ويسمي وبيننا وبين مولانا وبين رب العالمين، ويصنف راسه هو داعية ولا شيخ علينا كمغاربة، هو مرفوض. كفانا من الاستغلال ديال الدين في هذه الأمور. كفانا كفانا كفانا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.